سكايب من مدينة كوفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. استاذ رامي، أهلا وسهلا بك. ما الذي استهدفته هذه الصواريخ تحديدا؟ والحكومة السورية تقول أنه أسقطت معظم هذه الصواريخ، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ أولا صباح الخير. الصواريخ كانت أربع على ما أعتقد، واحد منها فقط تم إسقاطه خلال دفاعات جوية التابعة للنظام. ثلاثة صواريخ وصلت إلى أهدافها في منطقة البحوث العلمية بمعامل الدفاع قرب مصياف. إذا ما كانت الحكومة السورية أو النظام السوري أسقط الصواريخ، كيف نجم هذا الانفجار الضخم بمستودع للصواريخ؟ صواريخ أرض قصيرة ومتوسطة المدى يجري تطويرها من قبل ضباط في الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة من الأراضي السورية. طبعا الانفجار كان الأكبر على الإطلاق من خلال استهدافات إسرائيلية. ثلاثة مرات جرى استهداف تلك المنطقة من قبل الطائرات الإسرائيلية أو الصواريخ الإسرائيلية. انفجار بعد منتصف الليل كان الأكبر على الإطلاق. سمع دوي هذا الانفجار على بعد عشرات الكيلومترات من مكان الاستهداف نتيجة ضخامة الانفجارات التي وقعت بعد الاستهداف الإسرائيلي. ماذا استهدفت إسرائيل؟ نقول بأن تلك المنطقة يوجد فيها مركز البحوث العلمية ضمن معامل الدفاع. تلك المنطقة يطور فيها ضباط من الحرس الثوري الإيراني صواريخ أرض قصيرة ومتوسطة المدى. تلك المنطقة جرى استهدافها منذ العام الفائت وحتى اللحظة ثلاثة مرات. العام الفائت كان هناك قتلى من الحرس الثوري الإيراني، قتلى اليوم كانوا ستة من جنسيات غير سورية. لا نعلم إذا ما كانوا ضباط في الحرس الثوري الإيراني أو خبراء في الحرس الثوري الإيراني، أم كانوا من العناصر الموالية للإيران من جنسيات غير سورية. بشكل قطعي ليسوا من حملة الجنسية السورية، هم إما إيرانيين من الحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات موالية لإيران من جنسيات غير سورية. هل اخترقت الطائرات الإسرائيلية المغيرة الأجواء السورية أم لا؟ القصف تم عبر الأجواء اللبنانية. القصف كان، الصواريخ كانت من فوق الأراضي اللبنانية. كان هناك تصدي لهذه الصواريخ في الحدود الإدارية الحدود ما بين سوريا ولبنان، أي في محافظة طرطوس. البعض أو حتى إعلام النظام كان يعتقد بأن القصف هو لمحافظة طرطوس، لأن الدفاعات الجوية انطلقت من تلك المنطقة قبل أن يعيد ويقول بأن الاستهداف هو فقط لمنطقة مصياف. الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، لا نعلم إذا ما كانت طائرات في شمال لبنان أم كانت صواريخ من بارجات حربية، لكن بشكل قطعي الصواريخ جاءت من فوق الأراضي اللبنانية. طيب أستاذ رامي، دائما السؤال يسأل، طالما أن روسيا تقول أنها نشرت S-300 وربما S-400 في الأراضي السورية وأنها مستعدة لحماية الأجواء السورية، لماذا حتى الساعة لم تفعل أي بطارية من بطاريات هذه المنظومة المتطورة جدا لرد كل هذه الغارات؟ أولا يعني هذا العام لوحده 38 استهدافا من قبل الطائرات الإسرائيلية والصواريخ الإسرائيلية للأراضي السورية. كم صاروخ أو كم استهداف لم يصل إلى هدفه؟ جميع الاستهدافات، جميع الصواريخ وصلت إلى استهدافها. لماذا لا تفعل روسيا؟ ومن قال لنا بأن روسيا هي معترضة على الاستهداف الإسرائيلي للمواقع الإيرانية داخل الأراضي السورية؟ كيف نريد يعني كيف يعني لا تستطيع روسيا أن تسقط أو تمنع الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية لو كان هناك إرادة روسية؟ لكن أنا أسأل، أين صواريخ S-300 التي تم شراؤها من قبل النظام بأموال الشعب السوري؟ لماذا لا تفعل هذه الصواريخ باستهداف الصواريخ الإسرائيلية، الصواريخ التي تستهدف الدفاعات الجوية التي تستهدف الصواريخ الإسرائيلية بشكل قطعي، ليس الصواريخ S-300 التي جرى شراؤها بأموال الشعب السوري؟ عبر سكايب من مدينة كوفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، شكرا جزيلا لك.